شكرا لكم. باش نستقبل الان نجم اخر. النجم هذايا احنا كتوانسه نفتخر به برشا وشرفنا برشا، لانه نحك الغمه نتاع فشل العديد من الطلبه كما يقولوا والعديد من الفنانين اللي شاركوا في اكثر من برنامج على المستوى العربي وللاسف ما نجحوش. سعيده واني نستقبل هذا المساء مع هذا الجمهور الفنان النجم نجم ستار اكاديمي نادر جيرارد. مرحبا بك نادر. أسلم بك أكثر عايشة. شفت الاستوديو قداش زاد نور بحضورك معنا. عسلامة ومنور بك أنت وبجميع. عنده إشعاع متاع نجومية. عنده إشعاع متاع نجومية وذبذبات مصلي عني بعليك. ربي يخليك. نادر حتى يعرفوا الجمهور اللي قاعد يتابع فينا واللي حاضر، اليوم خذيناك من طبق البيت النار. مازال تعب من المطار. على طول للاستوديو حاضر معنا مازال كيوصل. ساعة أول حاجة نشكرك على قبولك الدعوه برغم التعب نتاع السفر وبرغم التعب نتاع حتى الصحه نتاعك تعب شويه. لا صباح الحمد لله، شرف لي نجي بحذاكم حنا بال، واول مره معناها نجي لحنا بال. اي يعيشك. تعبان ما يسالش عادي معناها فسكريفي معناها لازم احيي ضحيه. يعيشك يعيشك يا نادر. بيه قبل ما نمشي نتحدث معك شويه نادر، ونتحدث خاصه على الالبوم المتميز كتجربة أولى بالنسبة لكل الفنانين التوانسة، باش نرجع نكتشفها من بعد. كاميرا قناة حنا بعد كانت حاضرة في مطار تونس كارتاج الدولي، وأكيد وأنه عودة نادر جيرارد ديما تصحبها بعض الضجة. نشاهدوا مع بعضنا المقتطفات هذه. مرحبا بك في تونس بلادك. يعيشك الله يخليك، والله شيء يفرحني اني جات وحش برشا تونس. عندي برشا قاعد في لبنان ونحضر في الالبوم غادي، جا شيء يفرح واحد يدخل لبلاده. توحشت كلام تونسي، توحشت صحابي، كل شيء توحشت في تونس. ملي هو صغير هو فنان، كان يعشق الموسيقى، ودي موهبه من عند ربي لا محاله. يعني من اللي هو صغير كنت نجم نقول لك يعني محترف في الموسيقى بطريقته هو. يعني توا قاعد نحضر في البوم، البوم باش يكون يتضمن ما بين 8 و10 اغنيات، الاغنيات باللغه الفرنسيه والانجليزيه، وبعض الاغنيات باش يكون التوزيع فيهم شرقي. والالبوم قريب باش يخرج ان شاء الله، وتبيع الكليب قريب باش يتصور، باش يتصور ان شاء الله في اما فرنسا ولا كندا ما نعرفش بالضبط، وان شاء الله قريب يخرج، ان شاء الله يعجبكم برشا ان شاء الله. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still waiting in the silence until you come and sit awhile with me. شو شوفوك في المهرجانات ولا؟ والله جتني عروض وتو ما زلنا ما حددناش معناها البروجرام بالضبط على المهرجانات، اما ان شاء الله فما معناها فما برشا معناها برشا عروض وباش نكون في بعض برامج المهمين ان شاء الله. You got me dancing and crying, dancing and crying, dancing and crying, dancing and crying.
تجربتك ستار اكاديمي كيفاش نجم تلخص هنا؟ بلات تجربة ستار اكاديمي هي بعملتي برشا عطني خطوة معناها كما نقولوا الفنان ساعات يقعد 20 سنة باش يعمل قاعدة جماهيرية. أني يعني في مدة 4 شهور عملت جمهور وبطبيعة فما 4 شهور ذوما فما اكسبيريونس كانت داخل الاكاديمي. أما أهم شيء هو ربحت حبة الناس واللي هما حتى واقفين معايا.